الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخلال تدوينة له على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أعرب الرئيس السيسي عن أمنيته بأن يعيد الله تعالى العيد المبارك على مصر والمنطقة العربية بأكملها بالخير واليمن والبركات. وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي بيان لها ذكرت سفارة الهند بالقاهرة أن رئيس الوزراء الهندي أعرب في رسالة عن امتنانه للترحيب الحار والضيافة من الجانب المصري خلال زيارته الرسمية الأولى لمصر التي اختتمت مؤخرا. ووصف مودي زيارته لمصر بأنها لا تنسى، معبرا عن سعادته بتوقيع شراكة استراتيجية بين البلدين خلال زيارته. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية السعودية اكتمال عملية نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة بنجاح، حيث اكتملت عودة حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى وأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بأمن وأمان وطمأنينة. أعربت وزارة الخارجية عن بالغ إدانة مصر لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية ستوكهولم في فعل مخزن يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافى أيضا مع قيم احترام الآخر ومقدساته ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب. وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن مصر تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخرا في بعض الدول الأوروبية، مؤكدة رفضها التام لكل الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين. نفت وزارة الخارجية الأمريكية إصابة أي مواطن أمريكي في حادث تبادل إطلاق النار بين مسلح وقوات الأمن السعودية قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جدة. من جانبه أفاد المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بتوقف أحد الأشخاص وهو يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة حاملا سلاحا ناريا، لافتا إلى حدوث تبادل إطلاق النار مع الجهات الأمنية المختصة مما أدى إلى مقتله ووفاة أحد العاملين في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية من الجنسية النيبالية. أعلن خفر السواحل الأمريكي انتشال حطام غواصة سياحية تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة وما يعتقد في أنها بقايا بشرية ونقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص. وبحسب خفر السواحل فإن السفينة التي تحمل علم كندا نقلت حطام الغواصة تايتان التي انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تايتانيك إلى ميناء سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند حيث سيتم استكمال التحقيق البحري. أعلنت سلطات مقاطعة زابوريجيا أن الدفاعات الروسية تصدت لهجوم صاروخي شنته قوات كييف على مدينة ميلتوبول جنوبي وسط أوكرانيا. وفي بيان لها قالت سلطات زابوريجيا أن القوات الأوكرانية حاولت قصف المدينة وتمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الصواريخ المعادية دون وقوع إصابات.